السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة مع وصفة جديدة إن شاء الله. هاد الكيك هي كيكة المندرين والخوخ، كتجي رائعة 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 جدا لأنها كتصايب الحليب المركز وكتجي المذاق كيتواتى مع بعضياتو. إذا خليكم معايا، ننتقلوا الآن للمقادير. اول حاجه نحتاجوها هي الزبده، 225 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، خرجوها على بكري. خصنا ثلاثه البيضات، البيض صغير، هذا كاس ديال دانون المسوس بلا سكر، وعادي نحتاجو هنايا نفس الكاس هو اللي عبرت به سنيده هنايا، وخماره وحده وفانيا وحده. وهنايا غادي نحتاج الخل، غادي ندير واحد المعلقه صغيره الخل وملقه صغيره الملحه، وغادي نحتاجو الطحين، طحين على حسب البيض اللي غيكون عندكم. انايا هنايا استخدمت 150 غرام ديال الطحين. دابا غادي للتزيين غادي نحتاجو الخوخ والمندارين، وهنا غادي يكون عندي نصف علبه ديال الحليب المركز. على بركه الله غادي نبدا، وغادي نضيفو داك السكر والفانيلا الى الزبده، وغادي نبداو نطربوها. خصنا نطربوها مزيان حتى تجانس. الا لاحظتوا ان السكر عندي اللون ديالو ماشي ابيض، لانه كنشري السكر طبيعي كيكون شويه خشن. دابا غادي نبدا نزيد البيض وحده بوحده، درت الاولى الثانيه والثالثه، نزيد البيض كامل. غادي نحاول نطرب مزيان هنا حيت عندي الزبده كتمشي في الجناب ديال البول، مشي جبت هذاك سباشولا باش نجمع الخليط للوسط باش نقدر نحركه مزيان، وكتبقاو تطربوه. دابا كتزيدوا داك الكاس ديال دانون مسوس، وغنزيدو معلقه صغيره ديال الخل وداك الملحه، وعادي نطربو مزيان حتى يتجانس لينا القوام. وغنبداو نزيدو في الطحين كما اشرت. الطحين هنا على حسب البيض اللي غادي يكون عندكم والحجم ديالو. هنا بالضبط دخلت ليا 150 غرام ديال الطحين. عادي نطربو مزيان حتى نخلطو داك الكيك مزيان. القوام ديال هاد الكيك خصو يجي فحال كريمة، كيجي مجانس ومجموع. انا خليت الخميرة حتى الاخير وضفتها بلا طراب، خلطتها غير مزيان. دائما كنخليها حتى الاخير باش كتعطي المفعول ديالها، وهذا الكيك ما كيجيش مرتفع بزاف. دابا غننتقلوا للطاوه ديالنا، غادي نحنتها بالزيت بالزبده مزيان، وعادي نبدا هنايا كنستف داك الخوخ ديالنا. تقدروا تستعملوا الخوخ فريش الى عندكم والمندرين، انا استعملت غير ديال العلب هو اللي كان متوفر عندي، ولكن نتوما الا كان عندكم متوفر ديال الطبيعي الفخاش استعملوه يكون من الاحسن. نتمنى انكم تجربوا هذا الكيك لانها خطيره جدا في المذاق. دابا كنضيف داك الحليب المحلى، وعرفتي هذاك الحليب المحلى مع هذا لي فخوي كيجيو رائعين 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 جدا في المذاق. وكما كتشوفوا هنا دابا انا كنحط الكيك ديالي، كتشوفوا القوام ديالها كي داير كوم اون كريم، مجموع ومتجانس فحال شي كريمه عندنا. وكنبداو نحطوها بشويه باش يبقى هذاك السيف ديال الفواكه اللي حطينا بالطريقه اللي حطيناهم يبقى صايبنا مزيان، لان القاع ديال هاد الكيكه هو اللي غادي يولي الوجه ديالها، وغادي تجي المنظر ديالها جميل ورائع رائع رائع جدا في المذاق. هنا صافي غنقاد العجينه ديالي، وغندخلها الفران درجه الحراره 350 لمده 55 دقيقه. وهنا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا،
بالصحة والراحة. نتمنى أنكم تجربوها، أنا جربتها رائعة جدا، وليداتي كلاوها كاملة، وهانتوما كتشوفوا العلو ديالها ما كيجيش بزاف. أنا زينتها هنايا بشوية ديال اللوز إفيلي، كيبقى هذاك اختياري على حسب الذوق ديالكم. أنا جاست درت اللوز إفيلي، حمرته شي شوية ودهنته بالعسل عاد باش زينت به باش شد ليا على الجناب ديالها. ايوا لا عجبكم هذا الفيديو، نتمنى تشتركوا معايا في القناه، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه. وعلى ضمانتي هذا الكيك رائع رائع في المذاق، هذاك الحليب المركز مع الخوخ والليمون والمذاق ديال الزبده كيجي في الكيك، تجي شاربه بحال درتي لها شي سيرو، وهي راه ما فيها لا سيرو لا والو، غير هذاك الحليب المركز مع هذاك الفواكه، كتجي رائعه جدا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه اليوم، وشكرا.